استعرض رئيسها المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقصر الاتحادية، استعرض الدور المصري مع مختلف الأطراف للدفع باتجاه وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشدد السيسي على أهمية الدور الذي تقوم به السلطة الفلسطينية وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتقديم الدعم لها. وجدد الرئيسان على رفضهما القاطع لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.